هنتكلم النهارده ان شاء الله عن how to search for scientific papers. يعني انت عايز تعمل بحث معين او عايز تحصل على معلومه معينه، فبتفتح الليتريتشر او الريسيرشز المنشوره وتبدا تدور فيها عن معلومه معينه. عشان تعمل ريسيرش في البيبرز وتدور ما تتوهش في وسط الابحاث الكتيره المنشوره دي، لابد تمشي على ال 7 steps دي. رقم واحد، you must understand what is literature searching. لازم تعرف يعني ايه السيرش انت بتعمله بالظبط. انا عارف دلوقتي ان في سيرش اشكال كتير، وان سيرش عن ريفيو يفرق، وان السورس اللي بتحصل منه على المعلومه بيفرق. فانا بده تفهم بالظبط ازاي او وات از السيرش، تعمل السيرش ازاي بالظبط. رقم 2، لابد تكون محدد سؤال هتعمل بيه سيرش. ما انت لازم يكون في، ما تقعدش تجري كده في ورقه وخلاص، في سؤال معين انت تبحث عن اجابه ليه. رقم 3، لابد تمشي على استراتيجي كويسه للريسيرش، هقول لك تعمل ده ازاي كمان شويه. رقم 4، اختار المكان اللي هتعمل فيه سيرش. ما بقاش انت مثلا تبحث عن معلومه طبيه وروح تبحث فيه حاجات ساينس، لا، انت محتاج حاجه طبيه سبيشاليزد شويه. زي ما قلنا الريسيرش استراتيجي اللي احنا قلناها من شويه دي تبدا تطبقها وتطورها شويه شويه بناء على الاماكن اللي انت بدات تدور فيها. رقم 5، اخر واحده هي 6، ريفاين يور ريسيرش. عايز يعني ابدا نقح الريسيرش بتاعك او الحاجات اللي انت معلومه وصلت لها وسايبها. طبعا الكلام هتلاقي ان هو مبهم دلوقتي، ايه الكلام البتنجان اللي احنا بنقرا فيه ده، كل حاجه شبه بعضها. تعال ناخدها واحده واحده وتفهم الدنيا ماشيه ازاي. نمسك اول حاجه، يعني ايه كلمه literature research؟ literature research معناها انت بتفتح موقع زي باب ميد مثلا، انت بتبحث في literature او الارتكلز المنشوره. كلمه literature يعني الارتكلز المنشوره، تبحث فيها عن معلومه معينه، يبقى searching the literature for studies معينه انت تبحث عنها خلاص. دي تختلف تماما بقى عن كلمه literature review. يعني ايه literature review؟ يعني انت سيادتك لقيت في كذا literature كذا article منشوره، تبدا تعمل لها review سريع، تراجع على المعلومات الموجوده فيها مجموعه سريعه كده اهو في شكل بوينتس. ودي تختلف عن كلمه سيستماتيك ريفيو. سيستماتيك ريفيو معناها ايه؟ انك بتمشي بسيستم معين كده عشان تراجع كل الليتريتشر المنشور عن نقطه او بوينت معينه او ايتم معينه، وتسمرايز الفايندنجز اللي تلاقيتها في كل الحاجات دي. الدرجه الاعلى من كده اسمها الميتا اناليسيس، لو فاكرينها، ان انت تجيب الريزلتس انت حصلت عليها من السيستماتيك ريفيو لكل ارتكل وتجمعها مع بعضها في بوينتس كده اسمها ميتا اناليسيس. يبقى لو انا ببحث بس عن يعني شويه ستاديز يبقى اسمها ليتريتشر سيرش. لو بعمل ريفيو لكل ستادي من الحاجات اللي لقيتها دي يبقى اسمها ليتريتشر ريفيو. بيسموها حتى الناريتيف ريفيو، كانك انت الراوي اللي بيروي قصه الريسيرش ده او البحث ده او الارتكل دي. السيستماتيك ريفيو معناها انا بشوف كل الحاجات الببلشت عن موضوع معين، اول ببلشت داتا اول ببلشت ريليفنت داتا عن موضوع معين، واسمرايز الفايندنج زي اللي لقيتها دي. ميتا اناليسيس ان انا اعمل كومبايننج لكذا سيستماتيك ريفيو مع بعض عشان احصل على وان فاينل ريزلت في الاخر بتسمرايز النتيجه بتاعه البحث بتاعي. خلينا ناخد مثال اللي احنا بناخده كل مره ومزهقكم بيه، ليتريتشر ريسيرش. انا عايز اعرف اي حاجه اتنشرت او اقرا شويه ستاديز عن علاج الكانسر بلادر. ليتريتشر ريفيو، هجيب كذا ستادي واعملهم ريفيو، الكانسر دي عملت 1 2 3 ووصلوا كذا في الاخر، كده ريفيو. سيستماتيك ريفيو، كل الاستاديز اللي انا لقيتها في هذا الموضوع واكون سمرايز الفايندنجز، لقوا ان الكيمورديو ثيرابي اقل من السيرجري، والسيرجري كان اعلى في حته الفرنيه، والاستادي الثانيه دي قالت كذا كذا، والاستادي جبت الفايندنجز بتاع كل الاستاديز. ميت اناليسيس، اوصل لحل نهائي وان فاينل ريزلت، سيرجري احسن من الكيمورديو ثيرابي. من الاخر خلاص، ده معنى كلمه الميت اناليسيس، عملت كومبايننج عشان احصل على وان فاينل ريزلت بتسمرايز كل البدنجان اللي انا عملته فوق ده. مصادر حصولك على المعلومات بندرجها برايمري سكندري اند تيرشري كلاسيفيكيشنز. بناء على ايه؟ بناء على الاوريجيناليتي اوف ذا ماتيريال والبروكسيميتي تو ذا سورس اوف اوريجين. بمعنى خليني اقول لك ان في علماء عملوا بحث على 100 بني ادم ونتائج البحث دي نشروها. لو انت خدت نتائج البحث دي دايركتلي يبقى انت كده خدت من السورس اوف ذا اوريجينيشن الاوريجينال سورس، يبقى انت كده خدت من برايمري سورس. طيب لو كان حد شاف البحث بتاع الناس دي وبحث بتاع ناس تانية وبحث بتاع ناس تانية وعمل لهم اناليسيز وحطه في مثلا جورنال او ميتا اناليسيز وقال لك يا جماعه الناس احنا لقينا كذا احسن من كذا احسن من كذا، وانت خدت المعلومات من الجورنال ده او من الميتا اناليسيز دي، وانت خدت من سكندري سورس. طب لو انت رحت خدت من كتاب تكست بوك، التكست بوك بيعمل ايه يا جماعه؟ بيجيب كذا ميتا اناليسيز مع بعض ويكتب فيها فاكتس اونلي، ما بيقولش بقى ريسيرش اتعملوا، لا بيكتب فيها فاكتس. اللي مثلا المرض ده عالجه كذا، المرض ده عالجه كذا، الايتيولوجي كذا، ده التكست بوك خلاص. ولا التكست بوك بنسميه تيرشر ريسورس. ليه؟ ان ما هوش الاوريجينال وما هوش حتى اناليسيز من الاوريجينال، ده اناليسيز من الاناليسيز اللي اتعمل على الاوريجينال، فسميها تيرشر ماتيريال، تيرشر ماتيريال خلاص. تعال نبص على الكلام ده.
قلنا ممكن يكون برايمري سورس لو احنا بنتكلم عن الاوريجينال ورك بتاع الاوثرز نفسه، سكندري سورس زي الميتا اناليسيس والسيستماتيك ريفيوز اللي اتعملت على هذا الشغل. طيب تيرشري سورس اللي هو التكست بوك، حتى الصوره دي جميله مجيبها لكم قوي الفرق بين البرايمري والسكندري والتيرشري. البرايمري ده هو الاوريجينال ريسيرش نفسه، السكندري هي السمريز والاناليسيز اتعملت على الاوريجينال ريسيرش، التيرشري زي التكست بوكس والكتب اللي فيها فاكتس. خلاص بقى فيها فاكت بناء على الميتا اناليسيز الكتير دي، اصبح عندي معلومه ان الكانسر از بيتر ذان كيموثيرابي. يعني حد فيكم مثلا فتح تكست بوك بتاع اي ماده بطنه جراحه ايا كان، هيلاقي فيها فاكت المرض ده سببه كذا علاجه كذا، ما بقولكش بقى علاجه ليه لا، خلاص انت بتاخد دي كفاكت لانها تيرشري ليتريتشر، تيرشري ليتريتشر. خلاص طيب في عندي مصطلح كده يعني هو دارج جدا في مجال الريسيرش اسمه الجري ليتريتشر. بمعنى ايه؟ في واحد عمل بحث معين بس ما نشروش، وراح في مؤتمر ما وقام نشر الكلام ده في بوستر في المؤتمر، الناس شافته وعجبها وش الكلام شكله كويس، واستند بيه بعد كده في بحث بتاعه. انا شفت في المؤتمر الفلاني واحد بحث اسمه كذا 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 كان عامله الدكتور الفلاني وانا بستشهد بيه، ده اسمه جري ليتريتشر. ليه؟ رمادي لا هو ابيض ولا اسود، لا هو اتنشر ولا ما اتنشرش، اتنشر نص كم كده، فبنسميها جري ليتريتشر. اذا ما معنى جري ليتريتشر اي وركس او ريسيرش which have not been commercially published ولا بي ريفيود، ما اتنشرتش في الريجورنال ما اترجعتش، ولكنها اتنشرت مثلا في كونفرنس قاعد كفرضيه كده هو قاعد، ثيسس جوفرمنت دوكيومنتس في موجوده في وثائق دوله حكوميه، فاكت شيتس مثلا سجلات مستشفى، الكلام ده كله ده اسمه جري ليتريتشر. جري ليتريتشر هي موجوده ممكن تكون حقيقيه لكنها لم يتم مراجعتها ما حصلهاش بي ريفيو و not have been published. اذا دي اول حاجه عرفناها انك يعني ايه كلمه ريفيو او يعني ايه سيرش في الليتريتشر، قلنا ازاي هتجيب السيرش وايه السورسز بتاعتك برايمري وسكندري وعلى التيرشن، عرفنا الكلام ده كله خلاص. تاني خطوه بقى يو ماست ديفاين يور سيرش كويشن، انت بتسال عن ايه بالظبط، وعشان ما تتوهش انت بتسال بنمشي بالطريقه دي، بتختار برود توبيك موضوع عام انت بتدور فيه وتفوكس على جزء معين فيه. يعني مثلا زي مثال هم ديولك ده واحد هيدور في موضوع الايتنج ديس اوردرز اند سي بي تي، فكان بتاع السايكاتري علاقه الايتنج ديس اوردرز والسي بي تي يعني بيتكلم عن موضوع في وجع، فهيطلع له 500 ستادي، هو بقى عايز يركز على توبيك معين، انا عايز اركز على سيلف استيم ان ايتنج ديس اوردرز، الناس اللي عندها الايتنج ديس اوردرز دي السيلف استيم بتاعها اخباره ايه، كويس ولا مش كويس. فهو كده عمل كويشن محترم، هو بيقول لك ان patients with eating disorder how effective is CBT للاج ده in improving self esteem، ده السؤال اللي هو هسأله بقى دلوقتي، ده سؤال محترم. يبقى start by a broad topic، topic عام مشهور كبير كده خالص، ومع كده ابدأ تعمل لها refining، حددها عشان تشوف topic which interests you، هو ده يبقى السؤال بتاعك. طبعا حاجة عبيطة ولا ليها اي لازمة، بس تعرف بس ان تاني خطوة انك بتdefine your research question. الخطوة التالتة، فاكر لما كنت بقول لك البيكو حاجات البي اي سي او، لو كنت اقول لك انت عملت كويشن لابد يشتمل على البي اي سي او، ليه؟ عشان تاخد كل ايتم من دول يستخدم ككي وورد في السيرش. هو ده اللي هو بيقوله لك اهو، السيرش كويشن بتاعك خليها ريسيرش استراتيجي. يعني ايه ريسيرش استراتيجي؟ يعني كي ووردز معينه تبدا تدور عليها، فوانس انك عندك كويشن هتهايلايت الميجر كونسبت اللي هي الكي ووردز بتاعتك وتبدا تدور عليها. ازاي؟ امشي على البيكو بتاعتنا بي اي سي او، بيشنت انترفينشن كومباريزن اوتكم. البيشنت هالميشن للناس دي مثلا اللي هي بتكاس عندها ايتنج ديس اوردر، الانترفينشن اللي هو السي بي تي في المثال بتاعنا افضل من، اذا كنت هتقارنه بحاجه ثانيه من اوتكم اللي هو امبروفنج سيلف استيم، كل كلمه من دول هتكون كي وورد بالنسبه لك. يعني الايتنج ديس اوردر دي تعتبر كي وورد، السيلف استيم دي تعتبر كي وورد، السي بي تي تعتبر كي وورد، فكل ايتم من الايتمز انت هتحطها في السؤال بتاعك بتاع البيكو هيعتبر كي وورد. ما تقعدش بقى تقرا الهري كتير ده. الخطوه اللي بعد كده ديسايد وير تو سيرش، وقلنا الكلام ده قبل كده ان في اماكن كتير جدا منشور فيها ريسيرشز والكلام ده كله، وانتوا فاكرين قلت لكم الكوشرين لايبرري، قلت لكم باب ميد، سكوباس، الكلام ده كله، الويب اوف ساينس، حتى كنا احنا عندنا في محاضره كنت بقارنك فيها بين الجي سي ار والاس جي ار، فاكرينها الكلام هو بالظبط، هتقارن فيها ان انت تدور في حته تدور فين. يعني بقول لك معلومه عبيطه يعرفها اي شخص صغير، ان في بعض من الحاجات دي بتكون اوبن اكسس ممكن توصلها ببلاش، وفي ناس بتحتاج انك تدفع لها فلوس، يو ماست باي ا سبسكريبشن. يعني انا مالي انا يا عم اشطب، يا عم اشطب سايد وورد سيرش اخبطك اي مكانين من دول وخلاص. طيب بعد كده ديفلوب ا سيرش استراتيجي، قلت لك من شويه انك هتمشي على البي اي سي او اللي هي البيكو بتاعتنا دي، بس في مشكله صغيره ان مش كل الداتابيزز شغاله زي بعض. يعني الكوشرين مش شغاله زي الجوجل سكولر، مش شغاله زي باب ميد، مش شغاله زي سكوبس، كل واحد فيهم ليها سيستم معين مختلف، وبالتالي انت تقعد تعدل الاستراتيجي بتاعتك دي، هتعدل الكي ووردز على حسب كل موقع. يعني ممكن تختار مثلا كي ووردز معينه تجربها، ممكن لو الموقع ده ما عندوش كيوردز دي تختار فاريشنز لنفس الكلمه، يعني بدل ما يكون مثلا في جون تختار يلوش ديسكلاريشن، يعني كلام يعني كلام نفس الساين 9 نفس المعنى ولكن مختلف شويه. طيب
ده معنى كلمة الكلمة دي. عايز بقى تشطب على الكلام ده كله، اشطب، شايف الكلام ده كله، اقعد اشتغل فلترات فريز، الكلام ده كله عيب يعني، بص عيب بقى الكلام ده، اشطب عليه كله مش عايزينه خلاص. دي اللي تهمنا بس، سيرشنج ويز كيوردز. لازم تكون عارف يعني ايه كيورد. كيورد از ا تكست او وورد موجود عندك في السؤال بتاعك، في الكويشن بتاعك، وغالبا بتكون ريليفنت للريسيرش، مبديه من اللي مختارها، صح ولا لا؟ طيب بصوا، عشان ما اطولش عليكم والدنيا تبقى ملموم معاكم، الجزء الاخر يعني المطلوب من هنا لحد اخر المحاضره هو الخمس ست كلمات دول بس، مش اكتر من كده يعني، اللي هي السيرش استراتيجي تكنيكس، ايه التكنيكات اللي ممكن استخدمها لما بعمل سيرش. الكلام ده قلناه قبل كده مرارا وتكرارا، بس هما بيحبوا يعيدوا ويزيدوا. عندك كذا طريقه، زي ما قلت لك اول طريقه احنا قلناها انك تسيرش وذ كيورد، رقم واحد كلمه معينه. رقم اتنين انك تسيرش وذ اكزاكت فريز، يعني جمله معينه، فريز معينه عايز تجيب اجابه ليها فتحطها ما بين براكتس كده. رقم تلاته انك تستخدم فلترز، زي كانك بتدور على او ال اكس والحاجات دي، تحط فلترز معينه. رقم أربعة إنك تختار حاجة اسمها ترانكيتد سيرش أو وايلد كارد سيرش، ونوصلها دلوقتي. رقم خمسة حاجة اسمها البوليان لوجيك اللي احنا كنا خدناها بتاعة الأند والأور والكلام ده كله، خلاص؟ فده ام سي كيو نظري، ده اللي هيجي. الباقي اللي احنا هنقوله ده كله هري من الآخر أهو، اللي هنقوله كله هري. عايزك تعرف إن الاستراتيجي تكنيكس اللي احنا هنستخدمها كيوردز، اكزاكت فريزز، فلترز، ترانكيتد سيرش، بوليان لوجيك، خلاص؟ عرفت الحاجات دي؟ تعالى نتكلم عن كل واحدة خبطة سريعة كده. قلنا خلاص الكيوردز هي عباره عن كلمه معينه، فري تكست او فري وورد، تحطها في السيرش وتطلع لك زي ما هي بالظبط. خلاص معلومه صغننه، ان في مواقع زي باب ميد مثلا بتكون مشتركه مع حاجه اسمها الميديكال سبجكت هيدنج او المش. دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن لايبرري بيحط لك الميديكال تيرمز في شكل توبكس كده، هو تضغط على كل واحد يطلع لك تحتها معلومات كتير عن المتعلقه بهذه الكلمه اللي انت قلتها. يعني مثلا عايز تقول مثلا بين، تقوم هتلاقي في البين تحتها في حاجات كتير، فده اسمه ايه؟ اسمه الميديكال سبجكت هيدنج. دي طرق من طرق البحث في باب ميد عن الكيورد، فمواقع اخرى هتختلف عن الطريقه دي، عشان كده مش مهم ابدا انك تقرا وتحفظ المعلومه دي، تعرف بس في دماغك ان باب ميد عندها لايبراري اوف ميديسن، فيها فوكابلري بتاع كل حاجه مكتوبه في الطب، ترمينولوجي يعني، مسميها سيستم اسمه الميديكال سبجكت هيدنج. يهمني ما يهمنيش، دي عباره عن اندكس كيوردز موجوده في الباب ميد ارتكلز، ده كلمه محدده ممكن تقراها، اندكس كيوردز موجوده في الباب ميد ارتكلز. شكرا جزيلا. طب واحد مش هيدور بكيوردز، هيدور بالاكزاكت فريزز، زي ما قلت لك حطها من بتوين براكتس، ما بين براكتس بالمنظر ده، اكتب جمله انت عايزها ما بين براكتس، هيطلع لك بالظبط الجمله او الكلمه اللي انت كاتبها ده اهي بالنص في كل الابحاث اللي موجوده. جميل، انت كده دورت بايه؟ باكزاكت فريزز. الحاجه الثالثه ممكن تستخدم فلترز، لما يجي لك مثلا كتبت مثلا عايز ادور عن بين او سيلف استيم في المثال ده، طلع لك 5000 ريسيرش، فانا عايز افلتر، لا انا مش عايز الكلام ده كله، انا عايز حاجات معينه. خلاص فلترز هتساعدك انك تفوكس يور سيرش اون ذا انفورميشن يو نيد. في فلترز كتير جدا جدا، زي ايه؟ اول فلتر ممكن تستخدمه فلتر اللغه، انا عايز ابحث باللغه الانجليزي فقط. رقم اتنين انا عايز الفلترز تطلع لي الابحاث اللي فيها الفول تكست، يعني ما تطلعليش بحث هيبقى فيه حته صغننه وباقي لازم ادفع عشان يظهر لي، انا عايز حاجه تجيلي فري فول تكست من الاول. رقم ثلاثة انا عايز الابحاث اللي تظهر لي من بحث يكون بير ريفيود، فانا هختار الجورنال تايب، انا عايز حاجه تكون بير ريفيود، انا عايز حاجه تكون نون بير ريفيود، انا عايز حاجه تكون امباكت فاكتور بتاعها عالي، وهكذا. اذا انت خدت ده كده في النوع من الفلتر. رقم اربعه ممكن تفلتر حسب الريسورس تايب، انا عايز المعلومات اللي تجيلي تكون معلومات من اوريجينال سورس برايمري، انا مش عايز سكندري، انا مش عايز تيرشري، وهكذا. انت كده بتفلتر. فدي اشمسه الفلاتر المهمه، بوبولار فلتر زي ايه؟ لانجويج، فول تكست، جورنال تايب، او ماتيريال او سورس تايب اللي انت واخد منه المعلومه. الترانكيتد والوايلد كارد دي حاجتين صايعين بقى بيتعملوا ليه؟ ترانكيت يعني انت تاخد الترانك اوف ذا وورد، يعني مثلا كلمه زي كلمه ثيرابي، انا اخد الترانك بتاع اللي هو ثيراب كده اهو، وتقوم حاطط نجمه اللي هي اسمها استريسك بالانجليزي، نجمه عن استريسك، تحط كده نجمه ثيراب ونجمه، هيجي لك اي كلمه موجوده في اي ريسيرش فيها كلمه ثيراب والنجمه دي، ثيرابي، ثيرابيز، ثيرابيست، ثيرابيست، الكلام ده كله يجي معاك عادي خالص، عشان كده اسمها ترانكيت. ده انا بكتب الترانك اوف ذا وورد اونلي، يبقى بحط ترانك ذا روت اوف ذا وورد، واحط نهايتها احط نجمه استريسك كده وخلاص. ماشي، هيجي لك كل الابحاث اللي فيها اي كلمه جنب او فيها مقطع الثراب ده. الوايلد كارد دي حاجه بنعملها عشان في كلام كتير السبيلنج بتاعها في انجليزي غير السبيلنج بتاعها في الامريكان غير البريتش يعني. فمثلا البيهيفير بتتكتب في الانجليزي كده في البريتش وفي الامريكاني كده، فكده في حرف اليو ناقص، فعشان انا اتجنب ده وعايز احصل على كل الابحاث سواء بريطاني او امريكي او ايا كان، هكتب behave وحط مكان ليه واحط علامه استفهام كده question mark، ده كده اسمه wild card. wild card دي اصلا اسم ورقه في الكوتشينه او في طريقه حاجه في الكوتشينه مش متذكرها بصراحه يعني. فانا عايز احصل على كل حاجه wild card، احصل على كل النتائج اللي ممكن تظهر لي بريتش او امريكان، فاعمل ايه؟ احط علامه استفهام مكانها كده.
يبقى you will find both behavior behavior حسب بقى انت حاطط دي هنا خلاص. فدي اسمها wild card، احط عندي استفهام. افتكر ان truncated احط asterisk، الوايلد كارد احط question mark عشان لو في variant spelling او حاجه ما بين بتون البريتش وايه والامريكان. طيب البوليان لوجيك اللي حناها قبل كده اللي هي اند اور نوت عشان تقلص على الابحاث او تفوكس على بحث معين. قلنا المين بوليان اوبريتورز او اللوجيك من اساس الاور والاند والنوت. اور يعني انت حابب تبحث عن حاجتين يجيب لك كذا او كذا، either a topics you search for، and مش هيظهر لك غير الريسيرشز اللي فيها الاثنين مع بعض both topics، not يبقى هيجيب لك الحاجات اللي تستبعد او ما فيهاش كلمه انت طلبتها دي. دي صوره هي مثال هي عشان يوديك الفرق ما بين الاند والاور والنوت. انت عايز كلمه اند يبقى انت مثلا تبحث عن يوروب وترافل، كلمه يوروب وترافل هيجيب لك الريسيرشز اللي فيها الكلمتين دول مع بعض فقط، اور هيجيب لك الحاجات اللي فيها كولج بس او يونيفرستي بس او كولج يونيفرستي اتنين مع بعض. نوت يبقى انا عايز تلفزيون نوت كيبل، يبقى يجي لك ابحاث اللي فيها كلمه تلفزيون ما فيهاش كيبل. ده طبعا اي مثال بس تكون فاهم الفكره يعني ما بين اند والاور ونوت. دول اسمهم البوليان اوبريتورز. البوليان اوبريتورز خلاص بيقول لك جمله عبيطه كده ان في بعض الداتابيز بتكون حاطاها في شكل دروب داون، يعني تختار اند او اور نوت في دروب داون زي لسته كده صغيره. يا عم عيب والله، يا عم عيب. خطر بقى انك تعمل ريفايننج للريسيرش وبشطب قلمك الجاف كده على كل الكلام الموجود ده هنا، ده كلام عبط ملوش اي ستين لازمه خالص. ريفايننج ريسيرش انك تبدا تنقح البحث بتاعك، مفيش اي كلمه اللي هو قالها هنا دي معناها انك تنقح البحث بتاعك او ليها اي علاقه. هو قالك بس انك تستخدم سيفرال تكنيكس تو ميك يور ريسيرش افكتيف. ايه هي التكنيكس؟ ما قالش، ما عبرش، ما قالكش حاجه. فاشط يا عم. اخر حاجه بقى انك تسيف يور ريسيرش. سيف يور ريسيرش بقى ايا كانت عايز تسيفها ازاي، سيفها في ورق، سيف تكست فايل، سيفها في على الكمبيوتر. يعني يا عم انا مالي يا عم، يا عم سيف ريسيرش وخلاص يا عم. مديك امثله جميله جدا ماشي اي ستين لازمه برضو، انك تعمل سيف او برنت، سيفها في شكل ايميل او اكسبورت تو انذر سوفت وير، سيفها على اللابتوب. يا عم يا عم يا عم عيب يا عم بقى. النقطه بس اللي ممكن تكون مهمه هي بتاعت الجيتنج فول تكست. زي ما قلت لك ان مش كل الريسيرشز موجوده فور فري، وان عشان تعمل سيتيشن حاجات كتيره مجبود انك تدفع سبسكريبشن. فاللايبرري اللي انت عليها ولكن مثلا الكوشن لايبرري اذا كانت عامله سبسكريبشن مع الناس دي هتوفر لك الفول تكست عادي. هتلاقي في لينك كده صغننه، هتضغط على اللينك بتاع الفول تكست هيظهر لك تعمل داونلود. If the library has a subscription you will be able to download the article. طب افرض هي مش متعاقده معاهم، لابد انك هتروح تدفع سبسكريبشن او تدفع فلوس للناس دي عشان تاخد منهم الارتكل دي. يبقى الملخص السريع بتاع المحاضره دي كلها زي ما قلت لك هم السبع كلمات اللي في اول دول بتوع الستبس اوف الريسيرش. يعني تفهم يعني ايه الليتريتشر ريسيرشنج والسورسز اللي قلناها. السيرش كويشن بتاعك ومشيها على كلمه بيكو، بدايه انت كده حاطط سلطة على استراتيجي كويسه، حدد تبحث فين، ديفلوب استراتيجي، وقلنا تبحث الوردز او البولين او الوايلد كارد او ايا كان اللي احنا الحاجات اللي احنا دي، بعد كده ريفاين يور سيرش، وبعد كده سيف يور سيرش، وخلصنا كده.